هو عملية توثيق من الطراز الأول. مهمتكم أنتوا تدونون بطريقة صحيحة وسليمة. مهمة البرنامج كشف ما كان مغطى. واضح إن عمار قاعد يسوي الريسيرش مضبوط. برنامج توثيقي تسجيلي مهم. برنامج وثائقي محبوب مشاهد. نشكرك على هالصبر الطويل. شطارة مقدم الصندوق الأسود خلاني أقول أشياء وأشياء. وإذا تريدون تعرفون أسرار شوفوا الصندوق الأسود. أرهقتونا. الصندوق الأسود هو عملية توثيق من الطراز الأول في الحقيقة. هو مجهود محمود من قبلك ومن قبل القبس ومن قبل كل القائمين. أشكركم على أنكم يعني كنتوا حريصين أنكم عندما تقدموا سؤال أنكم يعني تأتوا من أمر صحيح وليس من أمر ملتبس أو عليه شك ورجعتوا للمصادر. التدوين مهمتكم أنتوا تدونون بطريقة صحيحة وسليمة. أنا تابعت بعض الحلقات ولولا أني أنا كنت معجب فيه ما عملت هذه الحلقات معك. يعني أنت ما تخلص من الطلبات ما شاء الله عليك، يعني كل ما له تتمرس بشكل مثل ما تقول صرت مقاتل. البرنامج جعل كثير من المعلومات المغيبة جعلها متاحة، وخاصة أن البرنامج في الماضي استطاع أن يستضيف أشخاص صنعوا أحداث. فمهمة البرنامج كشف ما كان مغطى من المعلومات، وهذا تم. واضح أن عمار قاعد يسوي الريسيرش مضبوط، قاعد يتعب. فأنا قايل له أنت ستيفن صخر الكويت. شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. الله يسلمك. الله يحفظك. شو اخبارك؟ هاي خلي يبقى تسجيل. صندوق الأسود لا شك برنامج توثيقي تسجيلي مهم وخطير جدا. تنوع هذه اللقاءات عندما تأخذون أطراف جميعا تشكرون عليه مجرد اهتمامكم بهذا، وأيضا الفرصة الكبيرة التي تمهد للقاءات كانت مطولة ومرهقة أكيد، يعني أرهقتونا. برنامج وثائقي محبوب مشاهد. كم يوم اللي احنا جلسنا فيها أعطتني فكرة عما يمكن أن يكون عليه التوثيق الوثائقي. عمار الله يسلمك، إحنا من الناس اللي يقول أن نقول عنهم يسألون عن الحوة وعروقها، فهذا مو بذنب، ترى هذا مدح. حياكم الله، وإذا تريدون تعرفون أسرار في تاريخ الأمة شوفوا الصندوق الأسود. نشكرك على هالصبر الطويل على فناجيل القهوة المتعددة التي استهلكناها. الصندوق الأسود كنت تمنيت أن يسمى بالصندوق الذهبي. شطارة مقدم الصندوق الأسود خلاني أقول أشياء وأشياء ما يجب أن أقولها لكن قلتها.